أعلن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أعلن تفعيل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي في حال كان في خارج مملكة البحرين لفئة العمالة بالقطاع التجاري والحكومي والعمالة المسجلة وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق العمل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حمد عيسى صباح، رئيس قسم التأشيرات بشؤون الجنسية والجوازات. إذن أستاذ حمد، نرحب بك في نشرة الثالثة. بداية، ما الهدف من تفعيل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي المتواجد خارج المملكة؟ بداية نشكركم على الاستضافة. أما بخصوص تفعيل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي خارج البلاد، تعتبر هذه الخدمة من الخدمات اللي تم استحداثها مؤخرا من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بغرض التسهيل على المواطنين من أصحاب العمل، وذلك من خلال تجديد إقامة العمالة الأجنبية في حال كونها خارج المملكة بظروف خارجة عن إرادتهم. كما تسهم هذه الخدمة في دعم أصحاب العمل من الشركات والمواطنين بشكل كبير، تفادياً لأي إجراءات قد تؤدي إلى تعطل أعمالهم أو مصالحهم في المستقبل. نعم، كيف تصفون التعاون بين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة؟ نعم، يعتبر التعاون القائم بين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل تعاون جوهري ومتكامل منذ تأسيس الهيئة، نظراً للعمل المشترك والمتواصل بين الجانبين، والذي يهدف إلى تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تؤثر على سوق العمل، مع التأكيد بأن هذا التعاون المشترك مستمر لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 وتنفيذ كافة محاور الخطة الوطنية لسوق العمل. نعم، الأستاذ حمد عيسى صباح، رئيس قسم التأشيرات في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك.